عامة الشعب كله ما ياخدش حقه يعني. يعني حضرتك مع الإضراب ولا ضد الإضراب؟ لا أنا مع أي حد يعمل إضراب ياخد حقه، يكون ليه حق ياخده، أي حد ملوش حق ما يعملش إضراب. حضرتك مش شايف إن ده بيأثر بالسلب على إن في مرضى كتير ما أكيد طبعًا. طب وزارة الصحة ما الأصول تديهم حقهم برضه، يعني أصول وزارة الصحة تدي الناس حقها. يعني هو وزارة الصحة يعني دكتورة وزارة الصحة امبارح كان في اجتماع نقابة الأطباء، يعني عايزين يودوها الرسول يعملوا شكوى للنائب العام يشوفوا مين اللي على حق أو مين اللي مش على حق. إذا كانت وزارة الصحة على حق ماشي، إذا كان الأطباء على حق مفيش مشاكل. إيه رأي حضرتك في موضوع إضراب الأطباء؟ وهل حضرتك كنت مع أو ضد؟ مع الإضراب طبعا. أنا ممكن إن أنا أطالب بحقوقي أو لو ليا أي حق إن أنا أطالب بيه من غير ما يبقى فيه إضرار عام، إن أنا ما أضرش مثلا مريض، ما أضرش ده، يعني حتى هم معروفين إن هم يعني ملائكة الرحمة، بس أنا أكون طبيب وفي منصب أو في مكان إن أنا ممكن يلجأ لي مريض حالته صعبة، أكون مثلا رايحة له حالتي متأخرة، وإن أنا أروح مكان ما ألاقيش الدكتور أو المفروض ان انا هروح ان انا هلجأ له او ان انا رايحه له ان انا مش لاقيه مكانه، ازاي انا اكون رايحه بستنجد بيك وانا مش لاقياه. فانا طبعا ضدهم في ان هم ياخدوا موقف او ان هم يعملوا اضراب، فاهمني؟ ممكن ان انا اوصل صوتي بألف طريقه او بمليون طريقه تانية غير ان انا اسيب مكاني او عملي، اعمل اضراب في مكاني بحيث ان انا لو حد جالي وشايف ان العمليه تستدعي وجودي انا اكون موجود. زي احنا عندنا هنا مثلا بيبقى فيه اضرابات في شغلنا، اوقات بنبقى عاملين وقفه، ببقى عامله وقفتي في مكاني ان انا بحس انا لو حد لجأ لي او ان انا لو في شغل انا هخش اخلص شغل. حضرتك شايف مستقبل الصحه ازاي في مصر؟ لا احنا بصراحه ما شاء الله يعني احنا عندنا الصحه جميله جدا والحياه حلوه خالص، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني طبعا احنا